مساء الخير ابو ناصر. هلا، مساء النور يا ابو بدر، امسي عليك وعلى ضيوف الكرام الله يحييك الاستديو. الله يحييك. ما هو المشروع النوعي ولمن؟ المشروع النوعي لنادي الرياض ان شاء الله. قبل شوي وقعنا اتفاقيه مع رئيس نادي الرياض. الهيئه راح تفتح متنفس لاهل الرياض كمرحله اولى، نجربها تجربه اكاديميه. لن اقول انها 5 نجوم 7 نجوم. راح تعنى بكره القدم والسباحه والعاب الدفاع عن النفس والطائره والسله والمصارعه تحت اشراف مدربين عالميين. راح تكون تجربه مسبوقه وراح نستفيد ان شاء الله بقدر المستطاع من الانشاءات. كلفت سعادة اللواء متقاعد عبد الرحمن الدايل انه يكون المشرف من الجانب السعودي في هذا الموضوع. بتكون ان شاء الله بتفتح في بداية اجازة الصيف لجميع منسوبين اهل مدينة الرياض ومنطقة الرياض. بيصير في تسجيل لمدة 2 أسبوع عشان ناخذ النخبة اللي نقدر نستفيد منهم من اعمار 8 سنوات الى 16 سنه. احب اقول لك يا ابو بدر انه اللي راح يشارك في الاكاديميه على قولتهم بيكون محفول مكفول. مشاركه يعني بدون رسوم. اي بدون رسوم ومع مدربين عالميين، لعيبه عالميين معتزلين، اخصائيين تدريب. المنشاه الان انا كلفت عبد الرحمن القضيب عندي في الأية لتهيئتها كاملة وإعادة صيانتها والملاحظات اللي شفناها أمس. راح نوفر باصات لجميع مناطق الرياض، توصيل مجانا لأبناء المنتسبين. جميل. وراح يعني نوفر، هي زي الوقف الخيري تقريبا يعني. راح نوفر مبلغ مالي مقطوع شهريا لكل المنتسبين من ابناء الاعزاء. مكافآت للاعبين اللي بيشتركون. يعني مو ما راح يدفع رسوم، راح يندفع له فلوس. نحط ولدك عندنا وبنعلمه رياضه وبنثقفه، وكل مسرح بيقام فيه دورات وراح يصير فيها اشراف كامل ومتنفس لهم في الـ5 6 لعبات هذه. ولازم يسجل في نادي الرياض ولا متاح انه بعد كذا احنا بنمنعه في لا متاح انه يروح لاي نادي. هذا بس زي اكاديميه في الرياض اللي تبع الشلهوب. نعم. زي اكاديميه. نعم. اللي كانت في برشلونه فتره. نعم. من الفترات. نعم. زي الانديه الصحيه، تعال جيب لنا ولدك باشراف وما نبي منك فلوس، احنا اللي بنعطيك فلوس ونوصل لك، بنجي ناخذ الولد بنرجعه حتى بنوفر له وجباته. يعني زي هذه رياضة مجتمعية، انتم تحفزون الناس للمشاركة في الرياضة، اظن هذه احدى بنود الرؤية اعتقد. وبرضو من ما اللي شفناه امس زي ما قلت لك من شيء مأساوي في نادي الرياض، ويعني الاندية الثانية في مدينة الرياض الان فيها نشاطاتها وفيها العاب مختلفة. زي ما قلت لك الان شفنا المنشأة، وهذه طريقة بتصير مفيدة لنا ولنادي الرياض نفسه، وبنطلع أجيال إن شاء الله وبتكون متنفس. أهل الرياض كلهم يتمنون في العمر من 8 إلى 16 سنة مكان لأولادهم يروحون يتعلمون رياضة وياخذون دورات في الإدارة وفي الثقة في النفس وفي أشياء كثيرة وفي التربية، ويعني ما في أحسن من كذا. للذكور فقط طبعا أبو ناصر. مرحلة أولى للذكور. نعم. طيب سعوديين ولا ممكن أبناء المقيمين أو المواليد؟ المواليد احنا بنركز في البداية على السعوديين ومواليد هالبلد، بعدين مرحلة ثانية إذا لقينا مبدعين من جنسيات أخرى لا مانع بذلك. طيب ليش نادي الرياض؟ ليش مش الشباب؟ ليش مش الهلال؟ ليش مش النصر؟ زي ما قلت لك نادي الرياض زرته أمس، هو المنشأة الجاهزة الآن لهالشيء. ما عندنا الا لعبه كره القدم،
عنده لعبة المصارعة الرومانية، وعنده لعبة للطائرة والسلة ناشئين، وباقي المنشأة زي ما قلت لك جت ناس نايمين وناس يأجلون المسبح وعيادة أسنان مفتوحة وأشعة، يعني باب الحارة مو بنادي. طيب هذا يقودنا يا أبو ناصر الجهد اللي يبذل الآن مع الوزير على المنشآت الرياضية في الرياض. مدينة الرياض هي عاصمة المملكة العربية السعودية، أحدث ملعب بني فيها بني عام 1986 له استاد الملك فهد، يعني من 32 سنة ما في مخطط لاستاد في الرياض؟ عندنا جامعة الملك سعود، عندنا يا طويل العمر الآن أنت جبتها يعني على يعني أنا بديت أشك أن عندك جواسيس، عندنا في فكرة عندنا لتطوير بعد التنسيق إن شاء الله مع معالي مدير جامعة الإمام، إن شاء الله بحاول أجتمع فيه قريب، خدت الموافقة الكريمة أنه ممكن أن ندرس أنه ممكن إمكانية تطوير جامعة ملعب جامعة الإمام لضاهي ملعب جامعة الملك سعود، ممكن تطوير أيضا منشأة نادي الرياض مستقبلا، وممكن تطوير منشأة والاستفادة من جامعة الأميرة نورة برضو أيضا نحاول في الموضوع، وأعتقد أن هذا العدد كافي بالنسبة لمدينة. طب معالي الوزير بس اسمح لي بس عندي استفسار بسيط، يعني هل في الآن حديث عن دمج الأندية، هل فبدأتم في إجراءات دمج الأندية خاصة في المحافظات؟ في دراسة، وقريبا أنا زي ما قلت لك إن شاء الله راح يعلن عنها. في أندية حضر على ورق أسماء وقاعدة تأخذ إعانات ولا ليست موجودة في أرض الواقع أساسا. أبو ناصر يعني في سؤال يطرح نفسه بعد تغريدتكم عن موضوع مدرب الأهلي، الأهلي الآن يبحث عن مدرب جديد، هل تكفلتم أنتم شخصيا بهذا المدرب الجديد؟ إن بنعين ونعاون، والأمير تركي بن محمد العبد الله الفيصل ما راح يقصر شيء، وهو ساد جلها عندنا، وإذا احتاج شيء بنعين ونعاون. طب بس هذا الطرف الاخر جمهور الهلال يقولون خلاص الاهلي صار نادي الهيئه، انتم تتدخلون في المنافسه لان الهلال متصدر فقاعد تدعمون الاهلي، هذا اللي يطرحونه جمهور الهلال. احنا قاعدين نساعد كل انديه المملكه العربيه السعوديه. نادي الهلال وقفنا معاه في اشياء كثير، في شيء يعلن وشيء اشياء لم تعلن. اخر سؤال ابو ناصر، غيرتم رؤساء الشباب والنصر والاتحاد والاهلي، الهلال لا، ليش؟ احنا مسوي شغله بالعكس، نبغى نستنسخ انا واصل سهل. ابو ناصر يعني قبل ما اختم بس اذا ممكن تسمح لنا بس على موضوع الانتشار العربي والجهد اللي تبذلونه على مستوى الاتحاد العربي لكره القدم. الخطوه الان بصفتكم كرئيس الاتحاد العربي في مشروع كبير ودعم كبير ورئاستكم الفخريه للنادي الاهلي المصري. هل هذه حدود جهدكم كرئيس الاتحاد العربي في مصر مع الأهلي ولا في خيارات أخرى؟ هذه البداية وعندي اجتماع الاتحاد العربي إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم، وبرضو أنا أدعوك بكرة يعني بصفة شخصية يلا تعال الرياض، عندي اجتماع خاص في حدث رياضي راح نحاول نتممه، تعال وصور خلف الكواليس لو عندك وقت. يعطيك ألف عافية، شكرا. قبل ما تفضل سم جمال معاك، جمال عارف، جمال عارف موجود طبعا. نعم طبعا نعم. جهزت صاحبك في البلوت يا جمال؟ اي والله بيد يا صاحب طال عمرك، بس انا ما اقدر العب ضدك، اذا حتى لو لعبت ضدك لا انا ما اقول سرا وبعدين انزل سرا عشان تسجل علي. لا هذه تضارب مصالح، بس اهم شيء الضيف الثاني النفسيه ما نبغاه يا ابو بدر البطوله. يلا شكرا، يعطيك العافيه ابو ناصر، شكرا لك معالي الوزير تركي ال الشيخ رئيس مجلس